اليوم مشاركتنا مع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان في المخيم الأول. طبعا كانت مشاركتنا بمشاركة مجموعة من ذوي الهمم بالإضافة إلى الأطفال من سن 4 سنوات إلى 15 سنة. فاطمة عبد الله عبد الرحمن، رئيس لجنة الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر البحريني. اليوم حاضرين مع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان في مخيمهم الأول. نشكرهم على هذه اللفتة اللطيفة ودعوتهم الكريمة لنا على أساس نعطيهم دورة مبسطة في الإنعاش القلبي بواسطة اليدين، وكان في تفاعل جدا كبير من الجمهور، ويعني استمتعتنا بوقتنا معهم. شكرا، وإن شاء الله تكون لنا فعاليات شراكية أخرى معهم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم سعادة السفير دولة فلسطين طه محمد عبد القادر، نتقدم بأصدق وأجمل التهاني والتحيات إلى إخواننا في مملكة البحرين مناسبة الأعياد المجيدة. كل عام والبحرين بألف خير. أدام الله عزكم مليكا وحكومة وشعبا. ونشكر جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان على هذه الدعوة وهذه الفعالية الجميلة الرائعة التي نظمت بالمناسبة، ونشكرهم أيضا على إصرارهم بأن تكون فلسطين حاضرة خلال هذه الاحتفالية من خلال بعض الفعاليات التي قام بها بعض الأطفال بتلوين العلم الفلسطيني والعلم البحريني، ومن خلال توزيع أعلام فلسطين والبحرين على الأطفال. شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير، بل كل العام وأنتم بألف خير.